لكن في جزء اخير عبد الرحمن في سريع اقل من دقيقه اللاعبين هي إيه؟ رساله اليوم للاعبين كي. اليوم احنا عارفين في اختلافات وخلافات، رئيس النادي ما يجي الا بعد الساعه 9 عشان ما على كلام البعض انه ما يبغى يصطدم باللاعبين. تخيل رئيس نادي ما يجي النادي الا بعد ما يغادر اللاعبين عشان ما يصطدم باللاعبين. شوف الى اي حال وصل الاهتراء داخل العمل الرسمي في النادي الاهلي. اليوم الرساله لكم يا لاعبين، انتوا ايش قاعدين تسوون؟ احنا نعرف وكل الاهلاويين يعرفون الاداره سيئه، بس هذا ما يعفيكم، ما يعفيكم التاريخ، ما يرحمكم. اليوم انت عندكم 5-6 مباريات مفصليه، وضعكم مطمئن في الدوري، ولكن احترموا الشعار، احترموا المدرج اللي يحترق. انتم ما تفتحون وسائل التواصل الاجتماعي تشوفون 4 مليون مشجع ينحرق، يكفيهم غلبهم الجمهور ذا في حياتهم اليوميه البسيطه محروقين، تجدون تزيدون غلبهم غلب. يعني انت ما شاء الله تبارك الله راتبك راح تاخذ بالحوكمه بلجنه الاحتراف، مصير راتبك تاخذ، ما نختلف. انت زعلان مع الرئيس، انت مختلف مع الرئيس، لاعب قد يأتي لهذه المجموعة يحرك